عنده الخيال انه يبدع، وهذا العمل مطبوع عن طريق الكمبيوتر مش رسم باليد. وهذه الفئه الجديده ضفناها وما فيها مركز اول ولا ثاني ولا ثالث، لان فئه جديده واعطونا المجال للكل انه يشارك. فمثل ما تشوفون هذه الاعمال، هذه لوحه من مسابقه القدره التي تنظمها وزاره الثقافه والشباب دوله الامارات العربيه المتحده برعايه من الشيخ عبد الله بن زايد. وهذه الدوره في 16، والدوره ابتدت من تاريخ من سنه 2004. الدوره يشارك فيها فنانين من مختلف دول العالم والحكام نفس الموضوع من جميع مختلف دول العالم. هذه النسخه الاخيره كانت سنه 2021، وهذه مجموعه من اعمال البرده التابعه لوزاره الثقافه والشباب. نفس النص والوحي وترى سلسلة من السلسلة، والمجال مفتوح في الفئة الحديثة، ما في قوانين معينة في الرسم، فنون تشكيلية زائد خط. فهذه اللوحة فازت بالمركز الثالث. يأتي تنظيم معرض جائزة البردة ضمن فعاليات موسم أصيل الثقافي الدولي 43 في إطار التعاون المشترك والدائم مع وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، التي تشارك هذه السنة بإضافة إلى المعرض بفقرات موسيقية وكذلك بمشاركة في محترفات الفنية والصباغة والحفر. هذا المعرض يضم 19 لوحة، وهو نتاج لجائزة الدورة 16 لجائزة البردة التي نظمت سنة 2021، ويعتبر أول معرض أو لأول مرة ينظم هذا المعرض خارج دولة الإمارات. هذه أول مرة تقع خارج الدولة. شكرا لك. تستاهل وأصيلة تستاهل. هذا بجانب ذلك، هناك طبعا أوراش الفنون التي تنظم كل عام والمعارض، وكذلك خاصة هناك مشغل صباغة الطفل. نحن في أصيلة نعنى بالطفل منذ 43 سنة، هناك مشغل دائم قائم يفيد الأطفال في التذوق الفني والتشكيل. إذن الفكره ديال هذا المعرض فجت من خلال واحد اقامه فنيه اللي هاد جوج ديال الفنانين الاسبانيين، واللي بداو هنايا المجموعه ديال اللوحات، واللي تاثروا طبعا بالفضاء ديال المدينه وبعض التفاصيل اليوميه. ملي رجعوا للبلد ديالهم فطبعا فطوروا ديك الاشياء اللي خداو من هنا، والنتيجه هو هذا المعرض اللي كتشوفوا، فيه الروح ديال اصيله، فيه النسمه ديال اصيله، فيه الريح ديال اصيله، فيه اصيله، ولكن بنظره مختلفه. نظره الفنان فتختلف عن نظره الانسان بين قوسين العادي او الغير المهتم بالفن. شاركت هذه المشاركة ديالي الثانية في معرض الشباب في أصيلة بيان سور، شاركت بهاد لي دو طابلو. صراحة كانت مشاركة قيمة، حنا أنا دوريجين ديال أصيلة، ألوغ ماشي ما كانتش مشاركة ديالنا الأولى، ديجا كنا شاركنا في لي زاتولي ديال لي زونفون، ودابا دوزنا لمعرض الشباب وإن شاء الله نشاركوا مع دي زارتيست كبار، وكانت مشاركة مزيانة تبارك الله.
في لوحة ديالي خدمت على لو تيم ديال ميغواغ، مي ماشي بيان سور ماشي كيف ما هما ظاهرين في الواقع. ميغواغ انا عنيت بها المرآة النفسية، الو خدمت على شوية ديال لابسيكولوجي دخلتها في البانتور. انا جد سعيد وجد فخور بالمشاركة ديالي الاولى في المهرجان الدولي لمدينة أصيلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك نصره الله وأيده. كنشتغل على العمل التجريدي بأشكال مختلفة ومحاولة لإظهار قوة اللون. كما قلت أنا جد سعيد بالمشاركة ديالي، وشكرا لسيد محمد بن عيسى على هذه التظاهرة القديمة. الشخص الذي أعطى لمدينة أصيلة ما تستحقه رغم ما كانت تعيشه. كما أنني سعيد جدا بمشاركة مع مجموعة ديال الشباب الصاعدين لمدينة أصيلة، وهذا الشيء يفرحنا كثيرا، ونتمنى أن تدوم هذه التظاهرة. تعلمت أنا الرسم، كنت باقي صغير مع الوالد ديالي الله يرحمه حتى هو كان رسام، وعشت معه في حد الفضاء يعني ديال الفن، وقد كان نتبع ديك السيرة هذيك حتى بقيت كنثبت على الرسم، وبقيت كنرسم وبقيت كنعدل الرسم بحال هذه الطريقة، هذه فن سريالي يعني بأدوات ألوان زيتية. أصيلة هذه المرة الثانية اللي كنشارك معهم في المعرض، في المعرض 43 موسم رقم 43، وأنا سعيد لتواجدي في هذا المهرجان اللي هو كبير بزاف وفيه حضور وازن، وكنشارك باللوحات ثلاث لوحات ضمنهم هاد اللوحات الاثنين اللي لعبت على واحد لو جو اللي لعبناه كاملين وحنا صغار اللي هو بوزل.